مراته احساسي مية مية وبطنش رمي الطوب وبغني شرق وغربي وبغني شمال وجنوب والدنيا بغلي باني وحالي بكون طاروب وانت وانت عامل ايه مبسوط ولا ايه والدنيا لذيذة معاك بتضحك ولا ايه وانا حظي مرة بان وطلع لي في اللي بان انا قلت الدنيا ضحكت والحظ اوان وحان اتاريه يا ناس منام عريان نايم جعان مش لاقي لقمه ياكلها بيندر في اللي بان وانت بسبوسه عسل وسكر وزبيب ومكسرات وقلبي بفته بيضه يدي ما يقولش هات بنتي مصريه راجل لكن محتاجه الراجل يحبني بحقيقي مش بتاع حركات وانت عامل ايه مبسوط ولا ايه والدنيا لذيذه معاك ولا ايه انا طالب في القضيه اعدم للواد وابوه ونخاله مره زمزه وقال حرام سيبوه روحوا اوام هاتوه وبحبل وكتفوه وقولوا له ان القانون مش الواد وابوه وانت الارض مغلباني ازرعها تين ولوز هسيبها وانام في حالي الارض تطور تبوظ وحلفت لاكون مزارع فاهم في الارض بارع ازرعها بقلبي جامد بطيخ يطرح موز وانت عامل ايه مبسوط ولا ايه والدنيا لذيذه معاك بتضحك ولا ايه وانت عامل ايه مبسوط ولا ايه والدنيا لذيذه معاك بتضحك ولا ايه ويجي هتعجبك قوي انت كدابه ممدوح لما تكترش معاه ببيته كترش ايه ده انت حرامي اصلا وبعدين بليز انا يس بليز اني هيلب يا مدمازيل انا ناتالي من قناه دي دي تي طب ما انت بتتكلمي عربي موري انا عايزه هوتيل رهيس مع افن رهيس ومقفن اجيبه لك منين ده انا هدفع 100 دولار في اليوم 100 دولار تعليش صوتك تعليش صوتك انا رايح ياض وجاي حاجه حلوه قوي ده تكنيله وانت عامل زي الجمبري ما فيكش غير شنب اه ده لسعك اتفضل الموضوع مش زي ما انت متخيله يا حلولي يا حلولي ماسوره عسل ابيض اتضربت في شارعنا يا حلولي يا النبي ايه ده الولد ببيته على كريم اخويا بيقول ان البنت الاجنبيه دي والد بلاد بره حلوه قوي بيقول ان عينيها لون البرسيم وشعرها لون سنابل القمح وبيضه وبضه بضه بضه ايه الخرفان والمعيزه اللي انت فيها دي مش مهم حلاوتها المهم ال100 دولار شش تحت الضحمه البنت في الحمام تسمعنا طول علينا ايه ما تجيبش سيره الدولار دي خالص لما تكون عايز تقول له دولار قول حمار حمار بدل دولار سين بينا يعني حمار المهم دلوقتي البنت دي هنيمها فين بسيطه جدا هتنام في سريري عشان يحصل له البركه على الجين طب لما تنام في سريرك انت هتنام فين في سريرك انت حيث الخضره والزرع والماء وفعلا سريري فيه خضره وزرع بس الماء هتجيبه منين نبقى نفتح حويس او حاجه ما هنهزر انا بقول لك بجد لما هتنام دلوقتي هي على سريرك وانت على سريري انا هنام في مصيبه سرير ببيته وبريته هنوديه فين؟ اولعه بجاز، المهم انام انا والبت تنام وناخد ال 100 حمار 100 حمار ايه؟ يعني هناخد 100 حمار؟ يا عم انت مش قايل الوقت اقول 100 حمار مكان 100 دولار يعني اقول 100 خلاص هي فضيحه خلاص نسيت السين ما اجراك حاجه المهم دلوقتي انا عندي فكره حلوه ايه رايك ننيم البت في السرير اللي في مكتب الاستاذ ابو النجا المحامي سيب لي الموضوع ده انا هعرف الين دماغ ابو النجا كويس لا انت عليك ببيته وانا عليا ابو النجا ماشي خلاص انت عليك ابو النجا وانا عليا ببيته لا يا ابني انت صح شفت يا سماحه قوم تفز ولا انت اتخبلت ايه في الواد ببيته جايب بنت زي لقطه القشطه طلع بيها فوق شكلها يا دي البت دي الجار يا معلم خواجايا عشان سامعه بيقول لها يلا بينا نطلع الاوتيل اوتيل ده انا هخرب بيتهم
يعني ايه اوتيل ولا؟ يمكن تلفزيون يا معلم. يا كريم يا كريم يا ابني رد عليا، وجعت قلبي. شش، عاوز ايه؟ عايز ايه؟ ها لقيت حشرات ولا ما لقيتش؟ ولا نملة. يا ساتر يا رب، المكتب زي الفل، عكس ما توقعت تماما. اصل الواد ابو النجا نظيف الصراحه، ده الميزه الوحيده اللي فيه انه نظيف، ما بيطيقش الحشرات، عنده عقده من النمل والصراصير والذباب وكله. يا خبر ابيض، ده الواد ببيته نزل الحاره يلم شويه حشرات عشان يطلقهم في المكتب هنا. ما هو انا ما فيش حل قدامنا غير كده، بس انا خايف من حاجه يا اخويا، خايف الحشرات دي تكبر وتنمو وتزدهر وبعدين تطلع على السطوح وتاكل المحصول. لا ما تخافش، احنا منسقين مع الحشرات. منسقين مع الحشرات ازاي؟ هنعمل معاهدة يعني. بس تفتكر الحشرات هتحترم بنود المعاهدة؟ والله ممكن نبقى نبعت لهم ناموس يعمل. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ محامي استاذ ابو النجا فندي. نعم. مين الست اللي عندكم فوق دي؟ ست؟ لا ما عندناش ستات، احنا وش ذلك ولا ايه؟ هتستعبط؟ يعني ما عندكوش ستات فوق؟ ايه تستعبط دي؟ جرايه يا سماجة. الله، انت مش مصدقني ولا ايه؟ تعال اطلع معايا فتشنا. لا تعال فتشنا ولا فتشنا انا، فتشني. ست؟ ايه ده؟ ناس ما عندهاش ذوق صحيح. ست ماشي يابا ماشي. قاعدي دلوقتي، انا عايزك في موضوع مهم، بما انك اعقل واحد في العيال دي، راجل بتاع زراعه كده وبتفهم، عندك وعي. بص قاعدي، انا مش عايز البت دي، والبت دي لازم تنزل. البت دي لازم تنزل. ترى عامل زي الفيلم بتاع صباح وعماد فجر، الغدية دي لازم تمشي، الغدية دي وتزقني بالطوب. يا هلا يا هلا يا هلا ابو النكد، دي فيها 100 دولار في اليوم. 100 دولار في اليوم؟ يعني كم بالاسترليني دول يا قاعدي؟ دولار بالاسترليني؟ ما اجيبها لك بالمصري اسهل. اضرب 100 في دولار يبقى الحاصل يعني بتاع 300 جنيه كده تقريبا يعني. 300 جنيه؟ طب انا هاخد كام يا قاعدي؟ هتاخد 500 جنيه. ايه الهبل ده؟ يهبل 500 ايه و 300 ايه؟ ازاي يعني؟ يا ابني افهم، ما لو البنت قعدت هنا اسبوع كامل مثلا يعني، هيبقى نصيبك تقريبا ال 500 دول. طيب ماشي انا موافق، بس عايز اعرف هنام فين. هنطلع انا وانت ننام فوق السطوح. سطوح؟ ماشي، السطوح عموما هوا عن هنا. ماشي سطوح. خد الحكمة دي من أخوك الجعيدي. السطوح يا ولدي حيث الماء والخضرة والوجه المعيزي. طب ما يلا بينا بقى نلم حاجاتنا من المكتب. ما يلا يلا. اتفضل يا جعيدي تعال يلا لم معايا. ايه ده الريحة دي؟ يا ساتر، مكتب معفن زي فاهمني؟ اخي في ايه هلا؟ برغوت. الله ايه ده؟ دي مصيبه، انا مكتبي في براغيت. والله اوعى كده. يوه ايه في ايه؟ يوه ايه في ايه؟ صرصور ايه؟ عارف الصرصور؟ طلعني الصرصور. قعدي فين؟ طلع فين؟ يا لهوي. لا انا لازم ابلغ البوليس يا قعدي، في حد دخل المكتب هنا. انا عارف لك بقى ايه اللي جرى ده. لا لا ارجع الوش، خد تروح فين؟ ولا رايح اجيب حباب يموت الزفت ده. الصرصور ايه على ابو النكد؟ عشان تصدق يا بسبوزه ان سماحه هو اللي بيعطف عليك في المنطقه دي، وانت مفضل عليه شويه عيال صيع ما يستاهلوش عطفك وحنيتك ورجولتك. انت ليه بتقول الكلام ده؟ الافنديه يا ست اللي انت بتعطفي عليهم طلعت عندهم دلوقتي واحده ست، انما ايه يا عيني، بياض وجمال وطول وعرض وشعر وعينين زي لقطه القشطه. لاحظ ان كلامك ده جارح لرجولتي. لا ما تخافش يا جميل، ده انت معمل القشطه ذات نفسيته. بس انا ما صدقش ان كريم يعمل كده، انت موقعاتي وخباص. وانا اوقع واخبز ليه؟ لا مؤاخذه، الطلعه كدب الغطاز. يعني ايه؟
يعني نكبس عليهم دلوقتي ونظبطهم في حاله تلبسهم. تلبسهم؟ اذا هات معاك سكينه. لا سكينه مش كفايه، هات معاك سطور. السطوره زكريا. اسم الله ده العادي، نايمه ومتمطعه يا روح الروح. نايمه يا اخويا اكنها نايمه في بيت ابوها. قومي ده العادي. انا ناتالي من دي دي تي. What do you want؟ انا ناتالي من دي دي تي. ان شاء الله تكوني حتى من نفتالين بيليا. سماحه سمي واذبح. مين اللي مين؟ هيا دي حلو قوي يا اخوان. تتذبح ازاي دي كده اهو؟ ها بسم الله الله اكبر. الغاوني بيبيتو. ما تخافيش وربح حلوه زيك. ما تخافيش يا بيضه. ها كريم كريم الحق. كريم 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 الحق. المعلم سماحه هيئه البنت الخواجه. كريم الحق كريم. بس 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 روح عند بيبيتو من الحمام بسرعه. خليه يقول انها اخته او بنت خاله اخته او بنت خاله مرات يعني انت يا كريم انت مش فاهم حاجه. ليه؟ هو بيبيتو احنا زرق بشعر اصفر. طب خلاص خلي بيبيتو يقول انها مراته لسه طب عليه من السفر بعد ما كانت طلقها في الجبل الاصفر. جبل الاصفر؟ اه ماشي بسرعه. روح اقول بسرعه سريعه سريعه بسرعه. ايه سريعه؟ الجاوني يا بيبيتو. صوتها حلو. صوتها حلو. صوتها حلو. ايه الكريمه دي؟ استنى يا معلم اوعى بسبوسه. محدش كلمها دي مراتي. مراتك؟ مراتك من امتى يا عنيا؟ جوزتها في ايطاليا. لا حول ولا قوه الا بالله. كنا هنسيح بدم البنت هادر اهو. لا حول الله. صحيح وما دام متجوزها في ايطاليا تسيب لهطه القشطه دي وتقعد مع الاشكال دي؟ هي مش وحشاك؟ لا وحشاها طبعا، بس احنا ما عندناش رجاله تقعد مع مراتها. اه ذنبنا ايه بقى؟ حاضر يا كوكا. يلا بقى كل واحد فينا يروح مطرحه. يلا ربنا يخليك يا ست بسبوسه. يا ست بسبوسه يا عسل. عقلة عقلة ان شاء الله ناخدك اسبوع ايطاليا نفسحك. لا بس ما حدش ياخدها لنا. اسكت خالص. بيبيتو اسالها اذا كان ممكن تاخدنا كده كلنا ونروح اوروبا. بيقولك ممكن نروح كده اوروبا؟ ممكن طبعا. ممكن طبعا. الحمد لله انه ممكن طبعا. طب اسالها كده اذا كان ممكن نلاقي شغل في اوروبا. بيقولك في شغل هناك؟ ممكن ممكن لا. ممكن ممكن لا. طيب اسالها لي اذا كان. يا عم اسالها انت، ما بتعرف عربي زي القرد اهي. بتعرف عربي زي القرد. امال انت ايه بقولك ايه يا انسه، هل البنات كلهم اللي عندكم هناك حلوين زي القمر زيك؟ правда правда да очень красивые девушки в россии очень все. يا ساتر يا رب، ده بان عليه مرض وحش. ربنا يعديه على خير. كملي كملي. очень красивые но не понимаешь по-русски. по-русски ты кто انت؟ شو مبركلي هيتا؟ да دا اسالها كده. اسالها كلابي باروسكي. باروسكي؟ لا احنا عندنا موسكي. ايوه كملي كملي. все девушки красивые. мама моя красивая. красивая. البنت دي هتوجع دماغنا. ما تركزش معاها بقى يا هبل. عشان عارف خليها بقى تقعد تعمل وعامله فيها خواجايه. سيبها سيبها سيبها. عارف البنت دي منين؟ من محله مرحوم اصلا. محله مرحوم؟ لابسه وش ده. ربنا يرحمها مننا. فانا اخد لصنص حقوق وانام على السطوح في البرد ده. انا لصنص زراعه. اخد لصنص زراعه؟ هو في حاجه اسمها لصنص زراعه؟ البرد سيح المسائل جوه. ما انا زيك اهو نايم هنا وهم تحت متهينين. اطلع يا جبان. جو اوت. اطلع برا. اتفضل يا فندم. ورايا. جو اوت. ارفع ايدك انت هو ومحدش يتحرك من مكانه. في حاجه هتظبط؟ جنحه اخفاء اجانب وجنحه الاضرار بصالح الوطن. اصلاح وطن ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت اخفيت اجانب؟ ليه وانا حاوي يا ابني اخفي اجانب ازاي؟ ولا صعيده ولا اي حاجه. لا عملت. انتوا مش عملتوا اوتيل بدون تصريح؟ دي تبقى جنايه. انتوا مش عملتوا بدون تصريح؟ لا يا عم احنا ما عملناش ولا حاجه ولا بدون تكليف. الضابط. ايوه الضابط. في ملاحظه صغيره. ايه ملاحظه؟ ان دي جنحه. اي مش جنايه. ايه رايك يا مش حدق شويه؟ الانتقام. في بعض الأحيان الممثلين بيحبوا ينتقموا من حد عذبهم أثناء التصوير. الأستاذ وليد المساعد الأول للمخرج
وقع تحت ايديهم في مشهد فكرموا الحقيقه اخر كرم. سي سينيور. سي سينيور. سي 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 ابو النجا. سي صديق. كوباسا. 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 ايه كوباسا؟ تضايقتوا في حاجه؟ انا عملت له حاجه جيت جنبه منواس جنبك. كوباسا دينامولو ارمينيانو. ارمينيانو دي ماسك عايز منه ايه عشان نخلص الراجل شكله كده؟ قول له الملف مهم جدا عايزينه في مساله حياه او موت. بالطلياني ها؟ ما انا جايبك ليه؟ ما كنت جبت اي حد تاني. طيب يا عم قول لي جمله جمله. كياسه كياسه. قول لي جمله جمله. قول له الملف ده مهم وعايزينه في مساله حياه او موت. الملف ده مهم جدا وعايزينه في مساله. لا 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 تعالى هنا. تعالى هنا. سي سينيور. سي سينيور. سي 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 سينيور. سي سينيور. كوباسا. كوباسا. كوباسا عايز منه ايه؟ ايه كوباسا دي؟ مالكش دعوه الراجل ده شكله غبي. قول عايز منه ايه؟ اه شكله غبي. اه بص الملف ده مهم جدا وعايزينه في مساله حياه او موت. كوباسا سينيور. انت ضايقته؟ ضايقته والله ما جيت جنبه. انا واقف جنبك اهو. اقول له الكلام ده؟ قول له. قول بتقول ايه؟ سي سينيور. سي سينيور. سي سينيور. سي سينيور ما بيسلمش على حد خلي بالك. سي سي سينيور. سي سينيور عايز منه ايه؟ شكله غبي. شكله غبي. كوباسا. 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 كوباسا عايز ما تقلقوش. ما تقلقوش. قول لي عايز ايه؟ قول له الملف ده مهم جدا وعايزينه في مساله حياه او موت بقى. اقول له بالطلياني؟ يا سلام. كوباسا سينيور. تاني تاني. كوباسا يا عم ما انت بتقول لي طلياني دلوقتي.